نجدد لكم الصبحية مشاهدينا، ومثل ما بنعرف يعني بظل هذه التغيرات والثورة الرقمية يمكن يزن نحن بنشوف الأطفال أكيد بينجذبوا بيحبوا كثير القصص، يعني تماماً. القصص المقروءة أو القصص، يعني أي نوع من أنواع القصص بشكل عام. بقى شو رأيك بهذا الموضوع اليوم باختيار مواضيع القصص؟ على فكرة أكثر شغلة عم نشوفها خلال الفترة الماضية بأنه رجعت الأطفال، هلا في فترة مرقت لا بعد صح. شوي بس في الفترة الماضية رجعت الأطفال تقرأ من الكتاب، بيقرأ كتاب يعني الورقي الورقيات، خاصة أكبر الدليل كان تحدي القراءة العربي اللي شفناه من فترة. تماما يزن، وهذا الشيء أكيد بده يكون بداعم وبمتابعة من قبل المجتمع الأهلي وأيضا المؤسسات المعنية بالقراءة الخاصة للأطفال. طبعا تحدث أكثر عن هذا الموضوع، كيف نحن بنقدر نختار القصص طبعا النوعية للأطفال والتي تحتوي محتويات مفيدة وهامة لأطفالنا. بيسعدنا نرحب معنا بالاستوديو الأديبة نور نديم عمران لتخبرنا أكثر تفاصيل. سعد صباحك ورمضان كريم. صباحكم سعيد، صباح الخير والجمال والبراءة لأطفال سوريا وللقيمين على البرنامج. يسعدنا صباحك يا رب. صباح الخير. يعني اليوم نحن أنسي عم نشوف كثير من الأطفال فعلا أن بيمارسوا القراءة، إن كان بالمدرسة إن كان بنشاطات. قديش مهمة المطالعة بالنسبة لفكر أطفالنا؟ طبعا المطالعة إلى أهمية كبرى بحياة أطفالنا. أنت عم بتنمي أفق الطفل، عم تنمي خياله، عم توسع آفاق تفكيره. الطفل اللي بيقرأ غير الطفل اللي ما بيقرأ، في عنده فرص لتعلم، للمعرفة، لتوسيع إدراكاته. يعني عندك مهارات إدراكية ومعرفية ما رح تتوسع إلا من خلال الاطلاع والمعرفة. ونحن إذا مثل ما حكيت حضرتك أنه نحن إذا أخذنا شرائح أوسع بالأطفال رح نشوف أنه الأطفال أو التلاميذ اللي هنن بيقرأوا القراء هنن أنجح من التلاميذ غير القراء. بإحصائية صغيرة على أي مدرسة، على أي مجتمع صغير أو حتى توسعنا أكبر، رح نشوف أنه أطفالنا اللي بيقرأوا عندهم شخصية أقوى، عندهم خيال أفضل، حضور أفضل، وخاصة نحن بزمن التكنولوجيا. أنت أشرت لفكرة بالبداية أنه أولادنا رجعوا يقرأوا بفضل مسابقات تحدي القراءة والمسابقات الثقافية، هي كانت كتير خطوة مهمة انحفزت نرجع على الورقيات أو القراءة الورقية. طبعا أنا الكتاب الإلكتروني موجود وبين إيادي، هو أسهل التعامل مع الإلكتروني، بس للأسف الأطفال عم يكون الألعاب الإلكترونية هي يعني اللي عم تاخذ أنظارهم، عم تخطف أنظارهم الألعاب الإلكترونية وليس الكتاب الإلكتروني. أما لما نحن منوجه إنه عنا مراحل للمسابقات أو بهاي الطريقة، لازم تقرأ كذا كتاب، بدي أشوف شو قرأت، في توجيه، يعني في مراعاة ومتابعة من الأهل والجهات المعنية، فالطفل رح يقرأ. هلأ نحن لما منقول إنه الأطفال القراء هم أكثر تميز من التلاميذ اللي ما بيقرأوا، كيف نحن ممكن نلاحظ هالشي بمدارسنا؟ بتلاحظ الأم إنه المعلمة عم بتقلها ابنك غير جيد في نطق العربية، ابنك عنده أفكار كتير وإجابات صحيحة بس هو غير قادر إنه يعبر عن أفكاره وإجاباته، ابنك غير قادر على الانخراط بمجتمع الصفي، ابنك بيمل من الحصة. هاي الملاحظات بتدل انه الولد عنده مشكلة، واذا دورنا لندور على اسباب المشكلة منشان نعالجها رح نشوف انه هالطفل بيقضي وقته الاكبر على الالعاب الالكترونية. بينما اذا اخذنا الطفل اللي بيقرأ، اللي بيشارك بمسابقات ثقافية، اللي عنده ميول، طبعا انا مع اي ميول رياضية ادبية فنية، المهم الطفل يكون مسخر طاقته بشكل جيد. فانا الطفل اللي بيكون عنده موهبة وعم سخر له اياها، ونحن اللي عم نحكي المطالعة على الكل، حتى الرياضة ثقافة. صح. الولد اللي بده يكون عنده مهارات رياضية لازم يكون عنده ثقافة رياضية. فهذا الموضوع بيخلينا نحن ننتج طفل يعني شخصية أقوى، عنده تعزيز لقيم الإيجابية بشكل أفضل. فدائما المطالعة ما فينا ننكر أهمية توجه. صحيح. يعني هل هيدا الشيء برأيك أنه بدل يعني على اختيار نوعية القصص أو نوعية الكتب المقروءة حسب ميول الطفل، ولا ما في شيء محدد نحن يجب أن نختار يعني محتوى يفيد الطفل بكل جوانب الحياة؟ كيفية اختيار القصص، يعني هذا الموضوع كتير خطير وحساس. الطفل ببدايات عمره، المراحل العمرية الأولى، أنت ما فينك تجي طفل عمره ما قرأ وتحطيه فورا بالقراءة، الموضوع بده تدرج. يعني في مراحل عمرية صغيرة نحن بنعتمد على الصور، يعني القصص المصورة فقط. لما بيكون عندك طفل بيبي بتجيبي له هدول القصص الصغيرة، هي تفاحة، هي كذا، ببلش يتعلم إنه مسميات الأشياء،
بيكبر بعد شوي بنجيب له قصص مصورة فقط بتعتمد على الصور. يعني موضوع انتقاء القصص كثير حساس، كل ما كبر الطفل بيصير حاجته للكتاب او القصه اللي بده يقراها مختلف تماما، ففعلا هو لكل فئه عمريه في كتاب بيناسب يعني هذا العمر، وبيفيدنا بهذا الموضوع لما نحن بدنا نختار قصه نلجا فيه بيكون مدون على القصص من عمر كذا الى عمر كذا. بتشوفي الكتاب الصغير بيكون عدد صفحاته قليل، نوعيه الاوراق ملونة حلوة، أشكال هندسية، أشكال لطيفة بتجذب الطفل بالسنوات الأولى. صار الطفل برياض الأطفال أكبر شوي بيصير في كلمات قصص صغيرة مع صور كبيرة، يعني الصور نحن يعني بعالم الصورة بالنهاية، يعني الصورة بتجذب الطفل أكثر من الكلمة. صحيح. فنحن بدنا نعزز ثقافة الكلمة ودور الكلمة، منبلش نجذبه نربط الصورة بالكلمة. صار الولد بالمدرسة صارت اهتماماته أكبر، فالقصة بدها تتطور معه، كل ما كبر الطفل القصة بدها تصير تناسب عمره واحتياجاته. اللي بيحتاجه الطفل لما بيكون بالرياض غير الطفل اللي بيكون عمره 8 سنين أو 12 سنة وهكذا. فنحن بدنا نكون كتير دقيقين بموضوع اختيار القصة المناسبة للعمر، وبدها تكون بتوجيه مننا ومراقبة مننا أكيد. حلو كتير. اليوم عم نحكي أستاذي عن الأمبلاج، عن الشكل الخارجي، عن نمط الكتابة، صورة، لون، لكن إذا بدنا نحكي بالمضمون بالداخل، اليوم كتير بنشوف قصص للأسف كتابة لمجرد التجارة بيكتبوا شغلات هي مخصصة للكبار، يعني هي أكبر من أعمار الصغار. قديش مهم اختيار المضمون اللي بيناسب الطفل واللي بيوجهه بطريقة صحيحة. نحن التزامنا بالقوانين الطباعة، متابعة الدور النشر اللي بتنشر كتب بدون موافقات وزارية أو اتحاد كتاب، لازم يكون في قوانين صارمة لردع هذا الموضوع. الكتب التجارية اللي بتشوفها بالمكتبات اللي بيصير في إلى تسويق لأنها أرخص أو لسبب أو لآخر، الكاتب اللي بيختص بالأطفال أو الكاتب القاص المعترف فيه، طبعا في كتاب كتير ما بينتموا للاتحاد، ما معناته أنه هنون ما بيعرف، لا أكيد في ناس كتير بتكتب وبشكل رائع جدا، بس أنا الفكرة من أنه الطباعة هي بدها موافقات وزارية ومن جهات رسمية. فالكتب ما لازم تنطرح بالأسواق إلا إذا كان مرخص لإلها. صحيح. يعني لما بيكون في تدقيق وراء هذا الموضوع ما رح تشوف أنت قصص تجارية، في كتاب مختصين بالطفل بيكتبوا في توجه معين بنكتبه نحن، بيكون في بين الأيادي قصص جيدة. وهون دور الأهل، يعني أنت بتختار كمان، قبل شوي حكيت نادين أنه نحن بنختار له للطفل القصة، نحن بعمر معين بنختار له، بعدين هو بميل. يعني ممكن تشوف طفل بيحب القصص الخيالية، طفل بيحب القصص الواقعية، طفل بيحب السحر والعجائب، يعني هاي القصص بتحدد بعدين، انت بدك توجهه بالبداية ليكتسب هاي القدرة على اختيار اللي هو بيناسبه. صح. بس موجودة القصص التجارية اكيد، القصص الجيدة بفيدك فيها المختصين. يعني لما بتروح على معرض لوزارة الثقافة، معرض لاتحاد الكتاب، الكتب المطروحة مع الشخص اللي قائم على الموضوع البيع او التداول بدلك انه هدول. صح. الكتب لهالعمر، هدول الكتب، يعني هذا الموضوع كتير بيريحنا تماما. وايضا ممكن نحن نعاني من مشكله تنميط القصص، يعني بنلاحظ انه كل القصص هي مشابهه بالشخصيات او بمواقع الشخصيات، يعني دائما الام هي في المنزل في المطبخ، الاب في العمل، او ربما حتى شخصيات اخرى نحن كمان تعودنا عليها من لما كنا صغار، لهلا هي بذاكرتنا وما قادرين نحن نشيل هيدي طبعا الشخصيات من بالنا بطباعه واحده فقط. فكيف نحن قادرين نخرج من هيدا التنميط، يعني يكون في قصص منوعه، يكون في تبديل للادوار أو حسب طبعا تبديل هذه الظروف والمتغيرات، يعني أيضا المرأة أصبحت عاملة، الأب أكيد ممكن أنه أيضا يساعد في أمور المنزل أو غيرها، فكيف نحن قادرين نخرج فعلا من التنميط والتنميط القصص اللي ما زالت مع الأسف موجودة إلى الآن؟ طبعا أنت كثير أشرتي لموضوع هام جدا وحساس ومؤذي. صحيح. التنميط أو القولبة، يعني مو بس بالقصة، بأي شيء بالحياة، إنك تنمطي طفل تخليه نسخة مكررة أو تترسخ بذهنه فكرة. صحيح. تقليدية، فهذا موضوع خطير كتير. صحيح. مثل تشبيه تماما إنك عم تدسي السم بوجبة، وجبة فكرية وذهنية، فهذا الموضوع بده علاج جذري. طبعا التنميط نحن مثل ما حكيتي، الأم بالمطبخ والأب بالعمل، هذا الحكي ما هو مزبوط، المفاهيم عم تتغير، القيم عم تتغير. صحيح. فنحن ما بصير الأولاد تترسخ هيدي المواضيع. طبعا أنا ماني ضد تقديم النموذج الحسن والقدوة التي يحتذى بها، لما منقدم شخصية البطل، شخصية الطفل الخلوق أو الخيرين أو الأشرار. أيوة. يعني نحن بشخصيات مقولبة كانت. صحيح. بس إنه المفاهيم، يعني حتى مفهوم
التميز تغير، مفهوم الطفل كان متميز، كان اي حدا ياخذ 10 لما كنا صغار كان متميز، لا هلا بيكون عندنا كل الاولاد بياخذوا 10 من 10 بس في ولد موهوب اكثر من ولد. صحيح. يعني في مفاهيم تغيرت تطورت، ما بصير نحن نضل عند نفس المحبه، طريقه التعبير عن المحبه، يعني في كثير مفاهيم تطورت، القصه نفسها كفن تطور، ادوات القصه يعني انت صرتي بتشوفي شكل القصه مختلف عن القديم، في 100 طريقه وطريقه لنكتب القصه فيها، فإذا القصة تغيرت أكيد المضمون لازم يتغير، الأم صارت أم عاملة، صار المجتمع بحاجة للأم، فنحن لازم بالعكس نحن لازم نعلمهم للولاد يكتبوا قصص عن الأم العاملة ودورها بالمجتمع وكيف لازم ندعم الأم العاملة. تماما. الأب كمان لازم نحترم الأب اللي عم بيكون عم بيساعد، يعني نحن نغير هيدي المفاهيم. هلا موضوع التنميط ما بيكون ضمن حلقة ضيقة، هو كثير بده يكون حلقة واسعة، جهات معنية ومجتمع محلي. نحن بنقضي على هي الظاهرة لما بنعزز ورشات العمل لكتابة القصة، لما بندور على الأطفال الموهوبين بالقصة بنعلمهم يكتبوا قصة، مو بنعلمهم يكونوا نسخ عننا، لا يكونوا احسن منا، يظهروا اللي عندهم. بتكون لما نحن بنغير المفاهيم نحن عندنا، نحن نغير هيدي المفاهيم حتى نقدر نغيرها تماماً لاطفالنا، فبيصير نقدم لهم نحن النموذج المختلف بالطرح. في كثير قضايا لازم نشتغل عليها حتى نغير التنميط. انا لما بكون عم قدم طرح جديد، انا ام عامله، فانا غيرت الفكره عند الطفل. صحيح. لما عم بشوفني انا شو عم اشتغل، هلا حكينا انت حضرتك قلتي انا اديبه، انا كمان مدرسه، انا كمان مديره مدرسه، انا صاحب، انا ماني موجوده دائما بس انا كمان ام وربة منزل. يعني اليوم انا بتذكر من زمان وقت كنت بالمدرسه بالسابع ثامن كنا كثير نستعار من المدرسه كتب نرجعها بعد كم يوم. صحيح. يعني كنا نحاول قدر الامكان نستفاد من هذا الموضوع. اليوم حضرتك كمديرة مدرسة لساتها موجودة هي القصة أو اندعمت أكثر؟ تطورت بطريقة أكثر؟ بحكي لنا عن تفاصيل. الحمد لله نشكر الله، يعني هلأ في كتير كتير عنا أقبال على موضوع استعارة الكتاب المدرسي، مو بس بمدرستي، بأكثر من مطرح. نحن عنا كان يوم عالمي للغة العربية، وكان عنا يوم العربي للغة العربية، في عنا نشاطات ثقافية، بنعمل نشاط فتح كتاب، نعمل نشاطات مختلفة للأطفال، مين بيقرأ، يعني مثل تحدي قراءة مصغر بس ضمن المدرسة. حلو. نفسها. بعدين بيصير في عنا نشاطات تانية، نحن مثلا عنا نشاط كل يوم ببداية الصباح يوم الأحد كلمة الصباح. كلمة الصباح بنختار الطلاب اللي بيقرأوا بكلمة الصباح، ممكن نحن نزودهم بكتب من المكتبة، ممكن يعني نحاول نحفزهم أنه يتعودوا يروحوا على المكتبة، في عنا قصص للأطفال، عنا كتب للأطفال. فالطفل نحن من طبعا الموضوع دوار، كل مرة حدا طفل، فمنختار الأطفال اللي هنن عندهم هذا الشغف، بيصيروا الفئاتهم التانية بيتحردوا ببداية الأسبوع وبنهاية الأسبوع. فتفعيل المكتبة بالمدرسة هذا كتير موضوع كتير كتير حيوي، والإعارة يعني بتعمل زخم بالأفكار. صحيح. تماماً. يعني هلأ مع الظروف وغلاء يعني أسعار ربما القصص أو حتى الروايات والكتب، فهي فرصة اليوم مكتبة المدرسة أو مكاتب المراكز الثقافية أو غيرها بأنه أطفال أو أهاليهم يستفيدوا يعني من الكتب الموجودة. لكن الكتب يعني دائماً هي خلينا نقول بالمدارس ودور التعليم يعني بتكون منتقاد بشكل صحيح بمحتويات مختلفة. إذا بدنا نتحدث عن المكاتب الأخرى العامة خارج نطاق التعليم، الأم إذا بتشتري يعني قصص لأطفالها، كيف يعني رح تقدر تنتقي القصص الصحيحة؟ هل مفروض يعني على الأم أو على الأب، يعني هلا كمان نحن ما رح ننمط، إنه يقرأوا القصة سابقا أو محتويات القصة؟ فشو لازم تتصرف هون الأم قبل شراء؟ دائما بنرجع للأم، الأهل قبل شراء القصص نمطية، يعني إحنا الشعب متعود على النمطية. كتير ضروري تطلع الأم على ما يقرأ الأطفال عشان تعرف، طبعا إحنا كل أسرة إلى خصوصيتها، هاي القراءة تناسب أفكار ولا لا تناسب، بتناسب الشيء أنا حابة أزرعه من قيم بابني، بتعزز القيم الإيجابية، الفكر اللي أنا حابة أوصله لابني. فضروري كثير الأم خصوصا بالمراحل الأولى شراء القصص هو اختصاص الأهل، بما أنك قلتي الأم فأنا كمان عم أقول الأم، يعني هو الأهل اللي قيمين على الموضوع. صحيح. ممكن الخالي ها تشتري لها تماما، يعني بده يجيب لطفل يعني قصة لازم يقرأ، يعني ما معقول يقدم قصة لطفل تطلع شخصية أو اسم، أو يعني نحن كمان نقدم نموذج سيء للطفل بالقصة، هذا ما نوارد. الشرير في له مواصفات بذهنه، فضمن عمره بيكبر، حتى الشر بيكبر مثل ما بيكبر الخير. تماماً. فأنت لازم تقرأ بعمر معين
القصة قبل ما تحطها بين إيدين طفل، ممكن لا سمح الله تكون في لفظ سنابية غير مناسبة، مثل ما حكينا على القصص التجارية، فلازم نحن نراعي هالموضوع، مثل الأفلام اللي عم نشوفها، برامج أطفال عم بيكون فيها مشاهد أحياناً اللي مدبلجة، اللي لاحظنا إنه هيدي الظاهرة شفناها على الفيس، إنه في أفلام عم بيكون فيها مشاهد مسربة لتسيء لذائقتنا لأطفالنا، فنحن لازم هذا الموضوع دائماً يكون بإشرافنا. تماماً، دائماً كمان القصص إن كانت يعني هي أكثريتها بتقد للأطفال هي تربوية، حتى في عنا قصص بلغات مختلفة كمان ممكن تساعد على تعزيز اللغات المختلفة عند الطفل. فعلا كان حديثنا شيق لليوم معك الكاتبة نور نديم عمران، شكرا كثير لك وشكرا لوجودك معنا، ورمضان كريم يا رب. شكرا كثير لكم، رمضان كريم لسوريا وأهل سوريا. شكرا لك.